شلونك أبو منير؟ الحمد لله. يلا افتح تمك ناخذ الدم. في العافية إن شاء الله. الله يعافيك. زينة عادي شوي. خي عادي في شي؟ لا ما في شي، بس مليت من القعدة الحالي. هالمرة تطول. هلا انت صرت تمام؟ ما تشوف حالك أول ما جابوك لكان؟ بعرف. إيش بك محسن؟ خير إن شاء الله. ما كنت متصور بيوم من الأيام يصير معي هيك. إيش صار يعني؟ ما صار شيء. أنت عم بتقولي هيك حتى ما آكل هم. بس أنا بعرف إنه السل حتى لو الواحد طاب منه بصير بنص نفس، يعني نص رجال. كلام فاضي. وفي شيء تاني، صرت أخاف أبقى لحالي. هالشي مفهوم، بس هي شغلة منيحة. ها أقلك؟ قولي. أنت بذكية لازم تتفقوا. ذكية إنسانة عظيمة. أنا بالأول ما كنت أحبها، بس بعدين تغير كل شيء. أنا بشوف إنه هي الوحيدة اللي قادرة تساعدك. حسين، أنت لازم ترجعها. شلون؟ أنا مستعدة أروح لعندها وأطلب منها وقت رجعها ترجع. بذاتي أنا كنت فكرة أروح لعندها بكرة. مو معقول صرنا رفقة وما أروح أزورها بعد ما رجعت على بيت أهلها. بس زينب، في شي صار. زكية بتعرفه وانت ما بتعرفي. ما ظن الشغلة بهالبساطة. بعرفه. تعرفي مين قال لك زكية؟ هي اللي قالت لي. ايش ناوي تعمل؟ ما بعرف، محتار. انه ايش اللي خلاك تتجوز الهجرية؟ جكارف ابوك يعني؟ لا زينة، بحبها من وقت ما كنت اخذ بضايع للجزيرة. قالت لي شي تاني كمان. انه فضة حبلة؟ اي وقت كمان مزبوط. حسين لسا بتحب؟ بحبها يا زينة، وصرت أغار عليها كتير. لما كنت أشوفها بتغني للشوفيرية كان يطير عقلي، بس هي مضطرة. لو كانت بتحبك ما كانت غنيت للشوفيرية. زكية هي اللي بتحبك، مع أنها كانت مقهورة ومزلولة راحت ودورت عليك ولقتك، بعدين ضلت سهرانة جنبك طول الليل لحتى راح الخطر. زكية بتحبك يا محسن. هي طالعة لأمها السكنطيعة. ما قلت لك أنا ضايع؟